اهلا بيكم، هكلمكم النهارده. لو انت في دوله الامارات وعاوز تتعلم على رقمك الموحد بطريقه سهله جدا، هتدخل على جوجل وتكتب الاستعلام عن الرقم الموحد. طبعا هيطلع لك خانه اللي قدامنا دلوقتي، انا هوريها لكم على الكمبيوتر. هتكتب اول خانه يطلب منك رقم الجواز، اللي هو طبعا كل واحد يبقى معاه جواز سفر بيبقى عليه رقم طبعا بالانجليزي، حرف وشويه ارقام كده. والخانه اللي بعدها الجنسيه، بتكتب جنسيتك مصر او اي جنسيه. وطبعا الخانة اللي بعدها تاريخ الميلاد، اليوم والشهر والسنة. وبعد كده الحقل، أو الخانة اللي بعد كده تختار طبعا الجنس، ذكر أو أنثى. وبعد كده بتضغط على تأكيد معلوماتك أو التحكم من المستخدم، وتكتب تدوس إرسال، هيطلع لك الرقم الموحد. هتعمل طبعا تاخده كوبي وبيست زي ما احنا عارفين، بطريقة سهلة جدا. ده الاستعلام عن الرقم الموحد في دولة الإمارات. شكرا لكم.